تتخذ الحكومة الجديدة خطوات حثيثة ضمن برنامجها لبناء نظام بيئي مستدام يحافظ على الموارد الطبيعية، حيث تتبنى الحكومة عددا من المسارات، منها استكمال تنفيذ مخطط متكامل لإدارة تلوث الهواء ومواجهة التغيرات المناخية. خطوات طموحة اتخذتها الدولة نحو بناء نظام بيئي مستدام يحافظ على الموارد الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق ترتكز رؤية برنامج الحكومة الجديدة على البناء على ما سبق من جهود في قطاع البيئة. وفي وقت يواجه فيه العالم بأسره ظاهرة تغير المناخ التي تعدت تداعياتها حدود الدول لتشكل خطورة على الجميع، تسعى الدولة للتحرك على عدد من المسارات، منها البدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والانتهاء من المرحلة الأولى للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية. ولخفض مستويات التلوث تتبنى الحكومة عدداً من المسارات، منها استكمال تنفيذ مخطط متكامل لإدارة تلوث الهواء، فضلاً عن استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة على مستوى الجمهورية مع مراعاة الهوية البصرية والاحتياجات المائية. كما تدرك الدولة أهمية بناء نهج متكامل لإدارة الموارد الطبيعية، ومنها استخدام المحميات الطبيعية وتحديد فرص الاستثمار في مجال السياحة البيئية. ومع ظهور مصطلح الاقتصاد الدائري، أصبحت هناك حاجة لتطوير نماذج اقتصادية جديدة من خلال طرح فرص استثمارية في مجال معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة، فضلاً عن التوسع في منظومة الإصلاح البيئي للمنشآت وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي. الدولة تحرص أيضاً على تهيئة المناخ الداعم من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات لدمج مفهوم البيئة والمناخ في القطاعات التنموية لتكون ذات قيمة مضافة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ككل.